فقرتنا النهاردة الرياضية فقرة مميزة، هنتكلم فيها على المنتخبات، بالتحديد منتخب مصر ومنتخب تونس. هنتكلم فيها على انتقالات بين الأندية، وأبرزهم طبعا الانتقالات التونسية في مصر وإلى تونس. تعالوا نتوقف عند أبرزهم، وتعالوا نرحب بضيوفنا الكرام، أستاذ بلال فطوم الكاتب والناقد الرياضي التونسي، منورنا، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك في مصر، أهلا وسهلا بيك. نرحب أيضا بالأستاذ عادل عطية الناقد الرياضي الكاتب الصحفي المتخصص في الشان الرياضي، منورنا يا استاذ عادل، اهلا وسهلا بك. صباحك زي الفل، الله يخليك. اخبار منتخب مصر ايه؟ طمنا عليه كده سريعا. والله حاجه جميله، بس المنظر كان مؤسف امبارح. تجمع 6 لعيبه فقط من يعني اكثر الجهاز الفني والاداري اكثر من اللي اتجمعوا في المنتخب كقائمه منتخب. لكن عاوز اقول اللي هو اتحاد الكوره هو اللي حط حسام في مازق. اتحاد الكوره ضعيف، اتحاد الكوره مش قوي، ملوش كلمه، ملوش وضع وكيان. كان المفروض يبقى في اتفاق، في بلان يمشوا عليه. معروف ان المنتخب عنده يوم 6 يوم 10 عشان كاب فيردي وبتسوانا. انت تتوقع ان كابتن حسام حسن اتفاجئ بالامر ده؟ لا ما اتفاجئش، لان هو كان في اتفاق من الاول. الاهلي عنده راحه سلبيه بدليل هو انسحب من كاس مصر. ايوه. بيراميدز عنده نهائي كاس يوم الجمعه. الزمالك عنده مشاكل والدنيا مش مظبطه، والاهلي معتذر فالمشكله كان لازم ياجل مع الاجنده الدوليه، خاصه لان هو المحترفين كلهم هيجي يوم 10، يوم 1، يوم 2، 9. فالتجمع كان زي الاجنده الدوليه يوم 1 9 كان يبقى افضل، ويبقى يحفظ ماء الوجه، ويبقى الشكل يبقى احلى وافضل، والصوره تبقى جميله. لكن اللي حصل امبارح حصل لغط، والسوشيال ميديا كله اتكلم وكله انتقد، ما ينفعش منتخب مصر الوطنيه. لا، في حاجه لازم يكون في خطه وفي اتفاق وفي حاجه وضحت المعالم عشان الناس ما تتفاجئش، ما يبقاش المنظر مش حلو. مدغشقر وجامبيا دول اللي هي في مقدمه التصفيات، بدايه مشوار التصفيات للمنتخب التونسي. اخبار منتخب تونس ايه واستعداداته بقياده فوزي البنزرتي؟ سامعين ان في جدل كبير قوي في الكواليس، هو مش عايز مدرب بعينه معاه في الفريق، رافض اي حد يعني يكون شخصيته غير ملائمه معاه. هل الكلام اللي احنا بنقراه في الصحافه التونسيه ده صحيح؟ صحيح استاذه هبه. الان في لخبطه صغيره في داخل الاطار الفني المنتخب الوطني التونسي. صراحه صحيح فوزي البنزرتي هو عميد المدربين في تونس، واكثر مدرب تتويجا حتى خارج تونس، حتى كان في نهائي كاس العالم للانديه مع الرجاء المغربي ضد بايرن ميونخ الالماني. الان في اتحاد كرة وقتي معين من طرف الفيفا لمدة 6 أشهر فقط لتحضير انتخابات جدية وتكوين اتحاد قوي للفترة المقبلة، وخاصة والمنتخب التونسي عنده تحديات، تصفية كأس أفريقيا المغرب 2025، تصفية كأس العالم. وصحيح هو في المرتبة الأولى في تصفية كأس العالم، أيه، أو مع فرق مثل غينيا الاستوائية. ولكن الآن فوزي البنزرتي هو صاحب خبرة كبيرة صحيح، ولكن في المقابل هناك مهدي النفطي. مهدي النفطي كان 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 أحد صناع ملحمة 2004 وفوز تونس بالكأس الإفريقية الوحيدة. مهدي النفطي درب في إسبانيا وكان يجب تقريب وجهات النظر. ونحن نقول فوزي البنزرتي يريد ان يكون نمبر 1. كان في اختلاف، الان الاتحاد في بين ظفرين في ورطه صغيره للم الموضوع، وايضا للتفاهم مع مهدي النفطي على صيغه، والسيد موقع عقد لمده 3 سنوات، هل سيأخذ فلوس العقد كلها ولا لا؟ في حاجات زي كده. في الجانب الاخر، طب فوزي قيس اليعقوبي، قيس صح، تم الاستجابة بقيس اليعقوبي بديل له. يعني ده معناه انه تم رحيل مهدي النفطي؟
أو تم انتهاء رحيل التعاقد حتى لو بشكل ودي يعني صح تم بالتراضي بين الطرفين صح لأن اللجنة الوقتية للاتحاد صرحت في ندوة صحفية اللي هي كانت في موقف محرج وحتى مع مهدي النفطي يحاولون انتهاء العلاقة التعاقدية بأقل الخسائر الممكنة أكيد. حتى ما بين الأشخاص نفسها يعني كموقف نفسه يعني صح. خليني أتوقف معك عند الصفقة الأشهر حاليا دلوقتي في الشارع المصري هي محمد علي بن رمضان صح. الشارع التونسي بيقول عليها إيه؟ الصحافة التونسية بتقول عليها إيه؟ في ضغط كبير صراحة في ضغط كبير من جماهير الترجي الرياضي التونسي خاصة الترجي والأهلي هما من كبار القارة الإفريقية ويتنافسون كل عام على دوري أبطال إفريقيا وفي الفاينل الأخير كسب الأهلي والأهلي عاوز مقبولة منك والأهلي عاوز الأهلي هو فريق القرن الأهلي هو إدارة جيدة تنظيم جيد وأكثر أنا بشوف اللي هو من خلال متابعتي للدوري المصري ودوريات في إفريقيا هو من أكثر الفرق المنظمة في إفريقيا الصفقة تقترب حسمت ولم تحسم بعد بنسبة 99% حسمت في تفاصيل النادي المجري يحاول الترفيع قليلا في قيمة القيمة المادية بس محمد علي بن رمضان وأيضا حتى الوالد اللي هو وكيل أعماله عاوزين الأهلي والأهلي عاوز محمد بن رمضان منذ عامين يعني المساعي بتاعت محمد بن رمضان دي بقالها سنتين وأقول محمد علي بن رمضان هو ابن الترجي 100-100 كان شايل الفريق وكان هو يصنع انتصارات الفريق وكان وده لاعب موهوب في الضربات الحرة ده وسط ميدان هجومي ولذلك احتياج الأهلي دلوقتي أصبح لي أكتر خاصة في ظل رحيل بعض اللعيبة يا أستاذ عادل طبعا رحيل ديانج في خط الوسط برضو فارق معاه لا محمد من رمضان ومنعم طبعا ومنعم في الدفاع, الدفاع يعني تقيل كان يعني. لسه في تصريحات بعض التصريحات كده على الصفحات الافريقيه للمدير الفني الجرماه ياكيني تعرف بقى هنا لسه قابله الاهلي في ال 15 فهو بقى متعشم من الراحلين يعني هو شوف هو في فجوه هو يعني ده الرؤيه بتاعتهم شايف النظره دي صحيحه ولا الاهلي قادر ان هو يعوض الاهلي قادر طبعا الاهلي عنده اصلا يعني الاهلي بعدم وجود محمد علي بن رمضان هو خد البطولات كلها السنه دي والموسم الماضي ايوه لكن طبعا كان في لسه صفقه اللي قالوا عليها اسد جديد امبارح اشرف داري خلاص ده جه برده خط الدفاع مع يوسف ايمن خط الدفاع مع يحيى طله المغربي عطيه طله فالاهلي بيدعم بشكل كويس الاهلي دايما متجدد الاهلي بيعمل سكواد عالي جدا دايما بيخش بطولات كتيره يعني بكاس دوري دوري ابطال افريقيا دوري افريقي كاس عالم الانديه انتر كونتيننتال عنده كاس عالم الانديه السنه الجايه فاذا ما هو النظره بتاعته مش نظره تحت رجليه بيبص قدام عشان بيعمل سكواد عالي عشان يبقى عنده بدايل كتير جدا ودايما عنده دقه قويه الدقه القويه هي دي اللي بتفيد الفريق في ان هو يحصد البطولات وحقق الانتصارات والانجازات فاعتقد لو مش هتأثر الموسم اللي فاتت كنا دايما نلاقي يا استاذ عادل وهروح برضو هسال السؤال ده لحضرتك وبعدين هنتقل للاستاذ بلال لما كنت دايما بتكلم معاك عن المحترفين التوانسه في مصر وكان ابرزهم طبعا علي معلول يعني ليه محبين كتير جدا في طبعًا. مصر دلوقتي الاتجاه بقى اكتر للمغرب بالظبط شايف المفارقات دي ازاي يعني هل مثلا الاتجاه ده عشان الكره المغربيه ابتدت تتالق الفتره الاخيره ولا فكره ان انا بعمل سكاوتنج للاعب بشوف انا احتياجاتي محتاج ايه في مركز ايه الفنيات اللي انا محتاجه كل لعيبه في مركزه هيديني ايه دي مهمه جدا لازم اكون مركز مش فكره انا بتجه للكره المغربيه لا لا التفاصيل الصغيره دي هي مهمه جدا يعني محتاج مثلا يحيى علي طاهر طلع مكان علي معلول لان هو عنده اصابه ومش هيخف لسه قدامه لغايه يناير تقريبا يعني او قبل كده في خط الدفاع مين اللي هو القوام التكتيك الفكر المهاره النضج الفني هيفيدني في المناطق دي ازاي
طبعا لعيبه الترانس طبعا في لعيبه مميزه غير علي معلول، في كان في جاري ساسي طبعا لعيب مميز جدا، سيفن دي الجزيري مهاجم من ستار في منتخب المغرب اللي انا هساله عليه تونس. دلوقتي أيوه. يعني في لعيبه برضو مميزه جدا، لكن الاحتياج في الوقت ده مين الموجود ومتاح واقدر استفيد منه، هو دي هي دي بتبقى النظره او هي دي الاتجاه اللي بيروح ليه مسؤول الاهلي. سيف الدين الجزيري اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ اخبار المشكله ايه؟ سيف الدين الجزيري هو بعد حوالي 4 سنوات ونصف في نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري هو الان في فترة صعبة وعنده عرض إماراتي وفرصة ذهبية للذهاب هناك، خاصة ونعرف المشاكل المادية للقلعة البيضاء نادي الزمالك، وأستاذة هبة في القانون الدولي للفيفا اللاعب لما لا يتحصل على 3 أجور متتالية يمكنه طلب الرحيل مباشرة والإمضاء مع أي لاعب آخر. أظن الآن سيف الدين الجزيري سوف يدخل في مرحلة أخرى وصعب أن يرجع للزمالك. أنت شايف أنه حسم أمره خلاص، لا عودة في القرار، لا عودة لنادي الزمالك بنسبة 99%. بنسبة ده ما تقوله الصحف التونسية وما تؤكده. هل اللاعب خرج في أي منصة حوارية أو أي قناة تلفزيونية أكد الموضوع ده؟ ما خرجش في حاجة. أنا بدي لك حاجة حصرية لبرنامجكم اللي سيف الدين الجزيري هو بين ظفرين عرض إماراتي، عنده عرض إماراتي عرض قوي جدا ولا يستطيع رفضه تماما. مع نرجع اللي في مشاكل ماديه في الزمالك، لا يجب ان ننكر هذا. وفرصه هي ذهبيه، وخصوصا انه بقاله وعقده حتى 2026 مع نادي الزمالك. يعني سيف الدين الجزيري مع كل ما حصل وهو عمل كل شيء مع الزمالك، اخذ القى كل الالقاب الممكنه. طب خليني اسالك برضو نفس السؤال اللي طرحته على استاذ عادل، وهو الاتجاه الى اللعيبه المغاربه. كان الاتجاه في السنوات الماضيه للعيبه التوانسه، شايف الاتجاه ده بيرجع لايه؟ هو عده عوامل مع مشترك. بعض مشتركه. انا كنت حاضر في كاس العالم في قطر، وكنت قريب ايضا من المنتخب المغربي. صحيح المغرب لما نشوف في كل المستويات، في الأكابر، في الأصاغر، في الأواسط، حتى في الأولمبياد الأخير، في صراحة في نقول قفزة نوعية كبيرة في الرياضة المغربية وفي كرة القدم. واللاعب المغربي هو أكثر لاعب حريف في شمال إفريقيا. أوكي. وعندهم أكثر فريق عربي عنده محترفين في أوروبا منذ نعومة أظفارهم. في لما تشوف الكابتن حكى على اشتري حكى على مركز الدفاع، صعب في الوقت ده وجود مدافع عنده تكنيك عالي، تكنيك في اخراج الكره. اللاعب المغربي لاعب مهاري، والاهلي اظن منذ في السكاوتنج بتاعه مركز على النقطه دي، وايضا الحلول الممكنه. وفي بدر بانون وكذا لاعب لاعب في الاهلي وماشيه الامور. بالنسبه لعلي معلول ملك الحلول، الان ما عندوش الحلول لانه مصاب مؤقتا، خلينا نقول احنا بنحبه. طيب استاذ عادل، خليني اخيرا اسالك على توقعاتك للراس الاخضر وبوتسوانا في ظل هذه الحاله اللي احنا شفناها كبدايه المعسكر بتاعنا. لا طبعا الماتش هيبقى اول ماتش او دوره البدايه زي ما بنقول مهمه جدا لاي منتخب، وخصوصا كاب فيردي شفناها في كاس الامم الافريقيه الاخيره، كانت عملت مفاجاه كبيره جدا. احنا كنا عمالين نتكلم ان الخارطه الافريقيه نفسها اتغيرت، يعني بنشوف مينوز، بنشوف سيميدو، بنشوف رودريجوز. لا عنده كواليتي لعيبه عاليه جدا، رغم ان هي جزيره صغيره لكن كميه محترفين مرعبه جدا طبعا، وعندهم جرأه وعندهم موهبه. فماتش صعب يعني، ما نستسهلش المجموعه. لا مجموعه مش سهله، صعبه. صحيح احنا اللي اتأهل الاول والثاني، لكن محتاج جهد، محتاج شغل كتير قوي من المدير الفني حسام حسن، زائد اللعيبه
يعني تهدم الفكر. ودايما عاوز اقول حاجه، لازم يكون كابتن حسام حسن ذاكر كويس كاب فيردي، ذاكر كويس بتسوانا، لان برضه ضربه الدقايق دي مهمه جدا بكل تاكيد. لكن هل عندك نفس الاعتراضات اللي عند البعض اللي كانوا بيتكلموا على قائمه المنتخب، وليه كابتن حسام حسن استبعد منها بعض النجوم اللي ليهم بصمه في الدوري المصري حتى، ابرزهم مثلا حسين الشحات او قفشه؟ بالظبط، انا هم الاسمين دول فعلا، ان هم فعلا اللي هم عاملين الفارق بشكل كبير جدا في فرقهم، مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. طبعا هو يعني كابتن حسام حسن عمل حاجه برضو الناس ما عادش واخده بالها منها ولا حاجه، ضم مثلا 5 6 لعيبه من المنتخب الاولمبي. ده حاجه كويسه لللونج لارن. لكن انا دلوقتي عاوز ابتدي ضربه قويه، لازم يكون عندي كل المتالقين واللي عندهم الخبرات عشان ابدا واكسب، وبعد كده ابتدي بقى اجدد وانزل بالاعمار السنيه شويه، لازم مراحل. فدي ربنا يعني يوفقه في الماتش الاولاني، لان ماتش صعب مش سهل. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل عطيه، الكاتب الصحفي المتخصص في الشان الرياضي، وكل الشكر لبلال فطوم. استاذ بلال طبعا كان موجود في مصر هنا في تكريم لي، وببارك لك طبعا وسعداء بوجودك معانا. يمكن لقاء يعني بسيط وسريع، لكن احنا دايما بنكون مع بعض سكايب من تونس بتنورنا. بشكرك شكرا جزيلا ونورت مصر بلدك الثاني. جزيل الشكر، وانا فرحان جدا بالتواجد في مصر، أحب البلاد العربية لقلبي. مصر أرض الحضارة، أرض الكنانة، وأنا فخور بتكريم في مصر في الإسكندرية عروس النيل. أشكرك شكرا جزيلا، نورتونا.